زعلان اني ما تكلمت عن هذا الفيلم، فيلم فيه كمية مشاعر ويجسد الواقع وقصص الظلم اللي بنسمعها. قصته عن شخص متهم ظلم بانه ارتكب جريمة هو ما سواها، وبنته تحاول انها تثبت براءته بكل الطرق. هذا الفيلم يخليك تستشعر وتحس بالحياة والحرية، من منظور ثاني يخليك تشوف قساوتها وظلم بعض البشر. ونصيحة مني، حاول تشوف الفيلم لوحدك لانك راح تبكي غصبا عنك. واخيرا فيلم السهرة التركي ميريكل ان سيل نمبر 7 او معجزة في الزنزانة رقم 7، واصداره بسنة 2019، وتقييم الشخص لهذا الفيلم هو 8.5 من 10. لا تنسوا اللايك والفولو. سلام.